عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردهم حق أهاليهم اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير، ونرحب بكم معنا في برنامج ما تشوف شر، والذي نقوم من خلاله بزيارة لإخواننا الذين يرقدون على الأسرة البيضاء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. كونوا معنا فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات. الله يسلمها الوجه الطيب. تعرف عليك؟ أنا يحيى علي عسيري. سلامات أخوي يحيى، السبب دخولك المستشفى. الله يسلمك. والله أبدا، أنا كان عندي التهاب في الباطنيين وجاني قبل يمكن 8 سنوات، ثم رجع علي الحالة يمكن 3-4 أيام، وجيت هنا المستشفى وعملوا لي اللازم جزاهم الله خير، ونسأل الله أن يكتب ما فيها الخير لنا ولهم إن شاء الله. آمين. وكيف وضعك الآن إن شاء الله؟ الحمد لله أحسن بكثير، أحمد الله على كل حال. الحمد لله. إيش حاب تقول للأهل ولا بمناسبة العيد؟ والله أولا طال عمرك أوجه الشكر لله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذه الدولة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وأيده وأيد ولي عهده ولي عهده، والشكر موصول لصاحب المعالي وزير الصحة وإلى سعادة مدير المستشفى ولجميع العاملين ولكم أنتم شخصيا. وأسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان بالخير والبركات، وأن تمن ويمن على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والفوز والنجاح، وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يثبت جنودنا البواسل. أما بالنسبة للكلمة فأحمد الله على كل حال، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يختم هذا الشهر إلا وقد جعلنا وإياكم من المقبولين إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. شكري وتقديري لجميع العاملين في هذا المستشفى وعلى رأسهم سعادة الدكتور خالد الثمالي، أسأل الله يوفقه ويعينه ويكثر من أمثاله، وكما أسلفت يعني الحمد لله عناية فائقة، وشكر الحمد لله يعني لا يوفى حقهم للأمانة، فلهم مني كل تحية وتقدير، والشكر لكم أنتم أيضا قناة المرقاب. أسأل الله لا شكر على واجب يبارك فيكم وجهودكم اللي تبذلونها وما تعانونه، والمسافات اللي قطعتوها تزاورونا في المستشفيات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ما قمنا بحق وواجب. الله يعطيك العافية ويبارك فيك على كل حال. أتمنى لك الشفاء العاجل. الله يعطيك العافية ويبارك فيكم. تحيات أخوكم الدكتور يحيى علي عسيري. نتمنى لك الشفاء العاجل دكتور يحيى، وإن شاء الله تكتمل فرحة العيد مع الأهل إن شاء الله. اللهم آمين. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقاب الفضائية والشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في مجمع الملك فيصل الطبي. بارك أتمنى لك الشفاء العاجل. بارك الله فيكم، وجهودكم مشكورة، ولكم مني الدعاء في ظهر العيد. بارك الله فيكم. احنا ندعي الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء. شكرا، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامات. الله يسلمك ويعطيك العافية. تعرف عليك؟ شبيب شاهر ميل، أنا عتيبي. سلامات أخو شبيب. الله يسلمك. وش سبب دخولك المستشفى؟ طال عمرك عندي شريان ولي صناعي، فيه جرح وانفقع من قبل، وسوى عملية وخلصوها وانفقع بعد مرة ثانية، والحين أرغوها مرة. وكم له الجرح هذا؟ والله إلي حوالي شهر تقريبا، وفكوا لي من عند رجلي محل غسيل، وعنا غسيل كلى؟ غسيل كلى، نعم، عندي فشل كلوي. الحمد لله على كل حال. الله يعافيكم ويستر على. والعملية هذه متى سووها آخر شيء؟ العملية هذه سووها قبل يمكن 3 يومين 3 أيام.
ما تشوف يومين تقريبا ما تشوف شر ان شاء الله، ما قدامك الا العافيه الله يعطيك العافيه وتخرج ان شاء الله وتكتمل فرحه العيد مع الاهل باذن الله. الله يرحم والدينا ووالديكم اجمعين. وهذه باقه ورد مقدمه لك من قناه المرقابة الفضائيه من العلاقات العامه للشؤون الصحيه بالطائف. اتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله. ان شاء الله احنا وياكم في امان الله. ما تشوف ان شاء الله موفقين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات. الله يسلمك. تعرفك عليه؟ تعرف عليك؟ مردد الخالدي. مردد؟ مردد الخالدي. سلامات أخوي مردد، وش سبب دخولك المستشفى؟ أنا في المستشفى مريض عندي ورم. وش اللي المرض اللي معك وش هو؟ المرض اللي معي ورم، ورم. في الراس؟ في الراس. سلامات إن شاء الله. الله يسلمك. كم له معك؟ أها. كم من متى وأنت في المستشفى؟ كم لك في المستشفى؟ كم في المستشفى؟ إيه. قبل رمضان. من قبل رمضان؟ ايه. وكيف وضعك الحين؟ ان شاء الله طيب. طيب الحمد لله. ما تشوف شر ان شاء الله. ولا يجيك ان شاء الله الحمد لله. طيب. تخرج ان شاء الله سالم معافى. تكتمل فرحة العيد مع الاهل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقابة الفضائية من العلاقات العامة بالشؤون الصحية بالطائف. الله يحفظكم ويرحم والديكم. جزاك الله خير. الله يرحم والديكم. شكرا على واجب، ما تشوف شر. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات. الله يسلمك عم. تعرف عليك؟ اسمي عبد الله، اسمي شعبان عبد الله، اسمي عبد الله. مصري. مصري جنسية. سلامات أخي شعبان، إيش سبب؟ والله خراج بس من بقاله ثلاث أيام في فادي من المغزى بس من تحت. فقلت أنا الحمد لله أنا مو باللازم ولغبة الإعلام وشوفت حول الحمد لله رب. الحمد لله. الحمد لله. وكيف وضعك الآن؟ والله أمور طيبة وهينة ومية الحمد لله رب. ايش تقول لاهلك في مصر بمناسبه العيد؟ والله اقول لهم كل عام وانتم بخير وكل الشعب ام الاسلام يا جماعه بخير. واحنا نقول لك كل عام وانتم بخير وما تشوف شر ان شاء الله. ان شاء الله. تخرج ان شاء الله سالم معافى. ان شاء الله باذن الله. وهذه باقه ورد مقدمه لك من قناه المرقابة الفضائيه. شكرا. من الشؤون الصحيه بالطائف ممثله بمجمع الملك فيصل الطبي. الله يبارك بالطائف. وكل عام وانت بخير. وانت بخير. سلام. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامات. الله يسلمك. تعرف عليك؟ عبد الرحمن الفيف. عبد الرحمن جبران الفيف. الفيفي. ايوه. سلامات اخوي عبد الرحمن، وش سبب دخولك المستشفى؟ حادث. حادث؟ ايوه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت اللي كنت تسوق السيارة يوم صار الحادث؟ ايه الحمد لله. كان معك احد؟ ايوه. من ابويا والحمد لله. ان شاء الله تسلموا كلهم. ايه الحمد لله. والحادث انقلاب ولا صدم؟ صدم. صادم؟ ايوه. في الليل ولا في النهار؟ في النهار. كنت مسرع؟ لا والله من المسجد. طالع من المسجد. طالع من المسجد. ايوه. وجاء واحد صدمك. جاء واحد صدم. هو الخطا منه. الخطا منه والحمد لله. الحمد لله. وكيف وضعك الحين؟ الحمد لله. وش عندك بالضبط؟ وش هيك من صوت؟ عندي كسر في رجلي وعندي في الفخذ طلعوا سياخ وهذه والحمد لله. الحمد لله على كل حال. سلامات وما تشوف شر ان شاء الله. سلمك. وتخرج ان شاء الله سالم معافى وتكتمل فرحة العيد مع الاهل باذن الله. ان شاء الله. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقابة الفضائية ومن العلاقات العامة بالشؤون الصحية بالطائف. اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. فمان الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامات. الله يسلمك. تعرف عليك؟ عبد العزيز جازيتي. عبد العزيز سلامات، وش سبب دخولك المستشفى؟ انخفاض السكر. انخفاض السكر؟ ايوه. وكم له معك هذا الانخفاض؟ يعني زمن ولا تو طالع؟ لا تو طالع فيني. تو طالع منك؟ ايوه. كم لك في المستشفى؟ من يوم الخميس. وكيف وضعك الان؟ ان شاء الله طيب؟ لا ان شاء الله احسن. ما تشوف شر ان شاء الله؟ ان شاء الله. ما قدامك الا العافيه، تخرج ان شاء الله سالم معافى. ان شاء الله. تكتب فرحة العيد ان شاء الله مع الاهل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. نقدم لك باقة ورد من قناة المرقابة الفضائية. من الشؤون الصحية بالطائف ممثلة مجمع الملك فيصل الطبي، ونتمنى لك الشفاء العاجل. آمين. ومع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات. الله يسلمك. تعرف عليك؟ محمد صالح ثبيتي. سلامات أخوي محمد، إيش سبب دخولك المستشفى؟ الله يسلمك. معي مرض بواسير ونزيف في الدم، نقص فيتامينات. وطمنا عنك، كيف الآن وضعك إن شاء الله طيب؟ لا الحمد لله الوضع الآن طيب. الحمد لله. كم لك في المستشفى؟ لي يوم 24 ساعة. سووا لك جراحة شيء ولا؟ لا لا ما سووا جراحة، أعطوني مغذيات دم ومغذيات فيتامينات وبر. والحمد لله ما مقصر المستشفى، إدارة المستشفى.
الحمد لله ما تشوف شر ان شاء الله ما قدامك الا العافيه ما يجيك اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله ومغادره المستشفى لاكمال فرحه العيد مع الاهل ان شاء الله باذن الله ونقدم لك باقه ورد هذه مقدمه لك من قناه المرقابه الفضائيه ومن الشؤون الصحيه ممثله بمجمع الملك فيصل الطبي اتمنى لك الشفاء العاجل اللهم الله يسلمك مع السلامه مع السلامه الف سلامه مشاهدينا الكرام إلى هنا ونصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة من برنامج ما أشوف شر والذي قمنا من خلاله بزيارة لإخواننا الذين يرقدون على الأسرة البيضاء نشكركم على حسن المتابعة والشكر موصول للشؤون الصحية بالطائف إلى أن نلقاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.